نحييكم من الـ LBCI وإليكم أبرز عناوين نشرة الأخبار. سمير جعجع مرشحاً لرئاسة الجمهورية وفيصل كرامي يطلب تدخل البطريرك. المحافظ نصيف قلوش متهم بالتحرش والداخلية تتدخل. وفي النشرة أيضاً سلسلة الرتب والرواتب تثير عاصفة بين النواب. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وديما صادق. مساء الخير. إما أن نكمل كما نحن والنتيجة مزيد من اللا استقرار، وإما أن نستجمع قوانا بخطوة غير تقليدية لإحداث نقلة جذرية للخروج مما نحن فيه. هكذا خاطب الدكتور سمير جعجع رفاقه في القوات اللبنانية قبيل إعلان ترشيحه لرئاسة الجمهورية. أما للخصوم فوجه جعجع رسالة تودد: أنظر إلى شباب حزب الله كما أنظر إلى شباب القوات، وإن كنت أعتبرهم مخطئين. ترشيح جعجع سرعان ما استجوب ردا من الوزير السابق فيصل كرامي الذي اختار مناشدة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي قائلا إن روح رشيد كرامي الغاضبة تقول للبطريرك الراعي في هذا اليوم المظلم إن لبنان الذي نعرفه على طريق الزوال وعلى الموارنة أن يشترح مجددا الدور العظيم في حفظ هذا الوطن. ترشح جعجع لم يخرق وحده السكون السياسي، فقد شن أيضا الرئيس نجيب ميقاتي هجوما على تيار المستقبل ووزير العدل أشرف ريفي من دون أن يسميه غامزا من قناة دفاعه السابق عن قادة المحاور. في غضون ذلك أثارت سلسلة الرتب والرواتب سجالا حادا داخل اللجان النيابية المشتركة التي لم تتمكن خلال اجتماعها الطويل اليوم من بت المسألة وسط تلويح رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب بالعودة إلى الإضراب المفتوح.